قصة البداية. مكتوب في الكتب السماوية إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وكل شيء على الأرض بما فيه أنت وأنا. لكن قبل ما ملأ الله تعالى الأرض بكل نوع من أنواع الحياة، خلق الله الملائكة الساكنين في السماء معه. خلق المولى عدد كبير من الملائكة، من المستحيل أن حنا نعدهم، علشان يعبدونه ويخدمونه. أعظم كل الملائكة كان إبليس، والله اخلقه أجمل وأكثر حكمة من كل الملائكة. وحصل أن إبليس تكبر وتجبر وبغى أن كل الملائكة يعبدونه ويخدمونه، وثار على المولى. وبعد ذلك ثلث الملائكة اتبعوا إبليس، لكن الله سبحانه ما احتمل هذه الثورة وطرد إبليس واتباعه من قدام عرشه، والحين هم يجوبون الأرض. هذه الملائكة المتمردة الساقطة هم الأرواح النجسة، وإبليس أصبح يعرف بالشيطان. الشيطان ومن يتبعونه عندهم مقدرة غير طبيعية لخداع الناس، والحين الشيطان غوى شعوب كثيرة علشان يسلكون طريق بعيدة عن الله عز وجل. فالإنجيل الله يحذرنا أن الشيطان جاء علشان يسرق ويقتل ويدمر، لكن الله يبي يعطينا حياة أفضل لكل من يتبعونه. نقدر نعرف أكثر عن هذه الحياة الأفضل في الكتاب المقدس المذكور عنه في القرآن، أي التوراة والإنجيل التي فيها هدى ونور للعالمين. Thank you.